أعزائي المشاهدين متابعينا متابعي أهل مصر، أهلا وسهلا بحضراتكم. الآن من أمام إحدى مدارس الثانوية العامة بمحافظة سوهاج ونلتقي أحد الطلاب. إيه أخبار الامتحان؟ عرف نفسك الأول. طيب محمود، أهلا محمود غازي. محمود، إيه أخبار الامتحان؟ الامتحان صعب جدا يا باشا، عايز واحد كده يعني يركب المريخ عشان أجيبي. يعني حرام حرام اللي عملوه فينا ده، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه أصعب حاجة فيه النهاردة؟ اصعب حاجه كلها صعب، اصلا ما فيش غير حاجات يمكن 5 6 7 اسئله الواحد يعرف يحله، والباقي كله صعب. انا هقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل. عرفني بيك. هو الامتحان صعب يا عم، تعال معاكم. الامتحان صعب بس الاكاد ده ان هو لافف من حوارات جام دخلات كده، فاهم؟ حتى جايب سماعه ده نسي يركب الخط من كتر النسيان. احنا بنتكلم في الامتحان دلوقتي. الامتحان صعب الصراحه، حسب الله نعم الوكيل. بالنسبه للوقت ايه اخبار الوقت؟ لا مش كافي خالص، 3 ساعات مش كافي، المفروض عايز 4 ساعات. خذ الكلمه تفضل. ما تستنى الامتحان حلو بس مليان تكات، يعني اسئله كتير مليان تكات. حدش تبع كلام الراي ده، كلام غلط يا اسطى. غلط. لا الامتحان مليان تكات فعلا، يعني اكتر من 15 سؤال تكات، لكن الامتحان فوق المتوسط. يعني اللي هو اللي يجيب 70% خلاص انا اسمي جبت في السنه دي. خلاص الامتحان صعب فعلا، يعني من جهه التكات يعني، والامتحان برا الكتاب اصلا. انا معاك كتاب بس محمد برا الكتاب. انا هقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا مش هنقول حاجه. سعاده الوزير هات لنا امتحان سهل. ماشيوش يا اخوان. امتحان كويس، يعني في حاجات سهله وحاجات صعبه، بس لا الصعبه اكثر. في حاجات سهله وحاجات صعبه بس الاصعب اكثر. طب في مستوى الطالب ايه بالظبط؟ لا هو صعب عليه، صعب علي. زي ما قلت لك في حاجات سهلة اللي بس الأسهل قليل، وأكتر حاجة صعبين الأسهل الصعبة بس. طب إيه بالنسبة للامتحانات كلها، يعني أنت شايف إيه من أول بداية الامتحانات؟ إيه النظام؟ هل النظام الجديد عاجبك ولا لا؟ عجبنيش بس. طب بالنسبة للأوقات، دايما الوقت زيادة أو الوقت قليل بالنسبة للامتحانات؟ لا الوقت قليل بالنسبة للوقت. 10 ساعات بس عايزين الوقت 10 ساعات، يعني نبات في المدرسة ما فيش حل كده اصلا، يعني حرام يعملوا فينا والله. يعني انا نزل 4 ساعات حرام. بعيد عنك وفي فكر كتير يعني كده، يعني الدور في المنهج مش بتنجح منه. يعني هم اصلا بيصعب موقفنا لصالح مين؟ يعني لصالح مين تصعب موقف ده؟ يعني فيش سؤال خالص، يعني سؤال واحد من برا خالص، من برا الكتاب، لمصلحة مين؟ يعني انا مش عارف مصلحة مين. شر ذلك ما يضحك فعلا يعني. لازم السؤال يجي في لفه، يعني فيش سؤال خالص يجي سهل مباشر من الكتاب، يعني دائما الاسئله غير مباشر. طالب وزير بيه. ايه طالب وزير بيه ان هو يعني يخف علينا شويه كده، يعني وسهل الامتحانات وسهل المنهج، وعندنا الكتاب ما فيش حاجه. حرام اللي بيعملوه فينا ده والله. جيب من المنهج وجيب وقت كافي يعني عشان نعرف نحله. يعني امتحان النهارده برا المنهج. برا المنهج والله، من برا المنهج. بص المفروض يعني النظام ده يتطبق على سنه اولى حضانه، يعني وسنه اولى ابتدائي. مش احنا جايب لنا ثالثه ثانوي غششتونا في سنه اولى وسنه ثانيه وفدينا الخازوق ده انا ثالثي ليه؟ يعني حرام عليكم والله. انا امتحنتش امتحان زي من اولى ثانوي لحد ثانيه ثانوي، مفيش غير السنه دي اول امتحان انت. طب احكي لنا النهارده، يعني الامتحان انت خلصت قد ايه من النهارده؟ الامتحان انا خلصته كله بس بسرعه عشان نخلص. هو الواحد ايه اخر مره ذكر فيها في ثالثه اعدادي؟ ذكرش ثاني. سنه اولى غشينا، سنه ثانيه غشينا، وسنه ثالثه سابونا على كده. يعني المشكله على كده مش في الامتحان، المشكله فيك انت ان انت ما بتذاكرش. احنا ما تدربناش. لا مش المذاكره، مذاكرين كتير والله. ما فيش اي مذاكره، والدروس اللي خدناها اصلا ما قعدتش فيها حاجه. مذاكره ودروس وكل حاجه بس ما فيش اي حاجه منا كده، وحرام والله العظيم اللي هم عملوه فينا. ايه نسبه 10% تيجي والباقي؟ طب 90% طب هتروح فين يعني؟ هنجيبه منين يعني؟ الامتحانات اللي عدت كان في سؤال الاربع صح ينفعوا، الاربع اجابات يمشوا مع السؤال، بناخذ اي واحد فيهم. انا في تشابه كتير في الاسئله. في الاجابات تشابه كتير. بص يا باشا الاربع سؤال الاربع اجابات كلهم ناخد يعني اقول لك يعني. انا معلم والله، حسب الله ونعم الوكيل. اعزائي المشاهدين متابعي اهل مصر، كما شاهدتوا حضراتكم اراء الطلاب حول ماده التاريخ. كان معكم فهد فكر بلوم،
مراسل جديد موقع أهل مصر محافظة سوهاج. Thank you.